مئة هذا الكلام مئة بالضبط الآن. نعم، لأن أول حلك الأول كان أكثر من تسعة الوقت، فتح الله عليك. زكاة الغنم من يعرف؟ بسم الله. من واحد إلى تسعة وثلاثين هذا ليس فيها شيء، فإذا بلغت أربعين شاة واحدة إلى مئة وعشرين زادت شاتان إلى مئتين إلى وما زاد في كل مئة ففيها شاة. طيب يا أخواننا الرياضيات، الآن الرياضيات كيف تراجع؟ نظري؟ لا، لابد بالتمارين. كذلك الفرائض، ما يمكن أن تضبط هذا العلم، علم الفرائض مواريث، إلا بحل التمارين وكذلك الزكاة. طيب لدينا خلطة في الغنم، هذا لديه أغنام وهذا لديه أغنام، وضعوها في مكان واحد، راعي واحد، محلب واحد، يبيت في مكان واحد، يرعو في مكان واحد، فهذا هذه خلطة في بهيمة الأنعام. كيف نصنع؟ هذا يملك عشرين وهذا يملك عشرين، بلغت النصاب بالنسبة لهذا لم تبلغ النصاب ولهذا لم تبلغ خصاب، لكن الضم هنا والخلطة جعلت المال واحد، إذا فيها شاة واحد على من؟ على هذا نصف وعلى هذا نصف، هذا يتحمل النصف وهذا النصف. طيب بعض العلماء الآن إذا أراد أن يختبر الطالب يختبره في مسائل واضحة، مفهوم؟ يقول كم زكاة 300 درهم أو 200 درهم كم فيها زكاة؟ 200 درهم تقسم على 40 خمس دراهم، 150 درهم كم فيها زكاة؟ من يعرف؟ 160 درهم هذا أحسن، من يعرف؟ خطأ، ليس فيها شيء لأنها لم تبلغ النصاب، مفهوم؟ فهكذا يختبر العلماء، يقول لك 200 درهم تقول فيها خمس دراهم، يقول 160 تقول فيها أربع دراهم، يقول خطأ ليس فيها شيء لأنها لم تبلغ النصاب. طيب الخارج من الأرض، حبوب وثمار، هل فيها حول؟ لا. السائمة فيها حول، عروض التجارة فيها حول، الأثمان فيها حول. الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، الركاز ما ذكرنا فيه الحول؟ لا، مجرد ما يخرج من الأرض يؤدي الخمس. طيب الحبوب والثمار كم النصف فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاع، ستة في كم؟ في خمسة، ستين في خمسة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاع، ستين في خمسة 300 صاع. إذن هذا أخرج قمح وزناه
250 صاع كيل، كيل آسف، 250 صاع فيها زكاة؟ لا. 300 كم الزكاة؟ تقسم على كم؟ على 40. خطأ. قلنا ننظر في السقي العشر إذا كان بغير كلفة، وإذا بكلفة نصف العشر وانتهى الأمر الحمد لله. طيب لا تقسموا زكاة أحد، الله أرضى عنكم. نعم. طيب عروض التجارة فيها تقسم على 40 كما في الذهب والفضة، وتنظر هل بلغت النصاب باعتبار نصاب الذهب أو نصاب الفضة. الآن ذكر أن الشيخ لديه أغنام 40 من الغنم، فيها شاة. طيب الآن هذا الشاة اللي يخرجها، هل يخرج أحسن المال أو يخرج أقل المال الرديء؟ ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين. قال وإياك وكرائم أمواله، فماذا يأخذ؟ خذ من الوسط. مثال لديها أنواع تساوي 1000 يوم، 1000 يوم، وأنواع تساوي 3000 2000. ما تأخذ ما يمكن يقول 1000 آلاف. أخرج أحسن، يجب الصلاة تبع استغفار. نعم، وهكذا تسير بعبادة، العبادات بالإحسان للفقراء بالنهار، أول النهار تستيقظ وتتصدق. نعم، خلافا عاقل يصح هكذا من صحيح. ماذا حدث؟ أنا والله استغربت، قالوا هكذا يعني من الفرح. أي فرح؟ نعم. طيب زكاة الفطر تجب آخر يوم من رمضان وهو مسلم، صغير وكبير، ذكر وأنثى. صحيح. نعم، أسلم قبل أذان المغرب في آخر يوم من رمضان، غربت عليه الشمس وهو مسلم، إذن تجب عليه ما صار، تجب عليه زكاة الفطر. من الذي يخرج زكاة الفطر؟ من الذي تجب عليه الزكاة؟ تجب الزكاة على المسلم البالغ، وكذلك على الصغير، الصغير يخرجها وليه، وكذلك يستحب الإخراج عن الحمل.
يملك في هذه الليلة ما يفضل عن قوته وعن قوت عياله. إلى من يخرجها؟ للمساكين. سيأتي معنا ذكر المساكين إن شاء الله تعالى. أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طعام. فأنت يا أخي الأحوط لك خرجها طعام. وأردت أن تتصدق بمال تصدق غير زكاة الفطر. طيب الأفضل يعني هل يخرجها رز أو قمح أو شعير أو زبيب أو تمر؟ ينظر الأصلح للفقراء. وأنت تعرف الآن مثلا عندنا هنا فقراء لو تعطيه زبيب أو تمر يعني ما يفرح بهذا ولا حتى يقول لك جزاك الله خير ابحث عن غيره، لكن تعطيه هذا ما تسموه طعام أو رز أو مكرونة. نعم يصح إخراج زكاة الفطر اسمها سباكيتي ولا اسمها سباكيتي، يصح. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يصح تعطي الفقير سباكيتي يفرح. نعم متى وقت إخراج زكاة الفطر؟ يصح يجوز أن نقدم زكاة الفطر على يوم العيد بيوم أو يومين فقط، هذا وقت جواز، مفهوم؟ نعم. وأفضل وقت أن تخرج ما بين صلاة الفجر فجر يوم العيد وصلاة العيد، ووقت محرم وهو بعد صلاة العيد. الشيخ وضع الزكاة وقال إن شاء الله أصلي الفجر وأخرج الزكاة، قدر الله عليه ونام، استيقظ الساعة العاشرة صلاة الفجر وصلاة العيد وزكاة الفطر، ماذا يصنع؟ من نام عن صلاة أو نسيها الآن هذا معذور يخرجها ولا إشكال، مفهوم؟ على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله. طيب تدفع الزكاة لأصناف ثمانية، من يذكرهم لي؟ إخواننا قلنا عبادة تتضمن إخراج نصيب مخصوص لطائفة مخصوصة في مال مخصوص. إلى من تخرج الزكاة؟ عندنا زكاة هي الواجبة، هذه لابد أن تخرج في الأصناف الثمانية. أما التطوع للأصناف الثمانية ولغيره، حتى على كافر، حتى على كافر ما لم يكن في هذا إعانة على باطل، مفهوم؟ طيب من يذكر لي الأصناف الثمانية؟ لأن الإشكال عندنا بعض الناس ما يعرف من هو الفقير. بسم الله. إنما الصدقات حصر ما تزيد عليه، إنما الصدقات الفقراء. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي لا يجد شيء أو يجد أقل من نصف العام، لأننا نحن نعطي الفقير والمسكين نعطي هؤلاء الأصناف ما يكفيهم للسنة. لماذا؟ لأن في الغالب أنه ما تخرج الزكاة إلا في كل حول سنة هجرية، هذا فقير، صلى الله عليك من فضله، هذا فقير جئنا إليه إلى بيتي، كم لديك من الرز؟ كم يكفيك من الرز لعام؟ قال يكفيني 50 كيلو جرام من الرز، مفهوم؟ كم لديك من الرز؟ قال ليس لدي شيء، فهو فقير. طيب قال لدي 10 كيلو من الرز، فهو فقير. نعم إذا جاوز النصف فهو مسكين، ما لم يبلغ يعني هذا لو كان لديه 50 كيلو من الرز فقير أو مسكين؟ لا فقير ولا مسكين، لأنه قلنا يكفي 50 في العام. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا.
قال الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: وجعلكم ملوكا. صحيح؟ نعم. كيف؟ كل بني إسرائيل ملوك؟ نعم، حتى نحن ملوك ولله الحمد. كيف؟ كيف؟ ها شيخ زهير، كيف ملوك؟ كل واحد منهم لديه دار، زوجة، ودابة. الحمد لله، والله نحن ملوك. صح. وجعلكم ملوكا، أي أن الواحد منهم لديه بيت وزوجة ودابة، والحمد لله. في الغالب غالبنا ملوك، الحمد لله. نعم هذه يا أخواننا، نعم الله لا تعد ولا تحصى. فالفقير الذي لا يجد شيء أو يجد دون الحول، والمسكين يجد لكن لا يكفيه الحول أكثر من النصف. مفهوم؟ هذا الفقير والمسكين، ونعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لعام. قلنا هذا يكفيه 50 كيلو، واحد فوق 50 حرام عليه أن يأخذ شيء زائد عنها، يأخذ ما يكفيه لعام. قال: أخاف العام الثاني ما يعطيني شيء. نقول: لا، تأخذ إلى سنة واحدة. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما شاء الله. هذا الأخ أعطاه هذا الشيخ لأنه لديه زكاة 40 مليار، وأعطاه 1 مليار، قال: تصدق به على الفقراء المساكين. ذهب وأخذ 0.5 مليار وضعه في جيبه. لماذا أخذ؟ عاملين عليه. الدليل: إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها. أنا من العاملين عليها؟ العاملين عليها هم الذين ولاهم السلطان، لأننا سيأتي معا أن هناك جابي وآخذ للزكاة. من هؤلاء؟ عينهم السلطان، يخرج وينظر في ما لدى هذا غنم يحسبها ويقول: لابد أن تؤدي كذا وتؤدي كذا، ونعطيك أو نأخذ منك ما في الإبل، أنه إذا وجد أقل من السن أو أكثر من السن يعطيه مع شاء وكذا، طيب، أو 20 درهم كذا. المهم، العاملين عليها هم الذين ولاهم السلطان، لكن هذا عندما يعطي هذا المال هذا وكيل، ما يأخذ منها شيء، هذا ليس بالعاملين عليه، هذا وكيل. هذا إذا أعطى هذا من باب الوظيفة ما يعطي من مال الزكاة ولا شيء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. حول ولا قوة. إخواننا هذا ما شاء الله رجل. أعيد من جديد، إيش نسمع؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. حديث عهد بإسلام، حتى ثبت الله سبحانه وتعالى، يكون هذا السبب أن تعطيه مؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات للفقراء، للفقراء، اللام هنا للتمليك، تملك الفقير والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة. إنما الصدقات للفقراء، تمليك. ثم قال: أقرأ من جديد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب غير للفقراء تمليك. الآن قال: وفي الرقاب. لماذا؟ لأن الرقيق في الرقاب يعني عتق الرقاب. الرقيق ما تعطيه المال. لماذا؟ لأن العبد ليس له مال، ماله لسيده. فماذا تصنع؟ تملك المال؟ لا، تذهب إلى السيد وتعطي السيد مال حتى يعتق العبد أو الأمة. ولذلك قال: وفي الرقاب. ثم: والغارمين.
الغارمين إما أن يكون غارم لنفسه أو لغيره. مثال: تخاصم رجلان أو تخاصم مجموعة من الناس، وجاء الشيخ زهير حفظه الله وأصلح بينهم. قالوا: كيف؟ ما يمكن يكون الصلح لأن هذا عليه كذا وكذا من المال. قال: هي علي. فأصبح الآن غارم لحق نفسه؟ لا، لحق غيره. نعطيه من الزكاة؟ لا، ما نعطي الشيخ زهير ولا نملكه. نقول: من أين أخذت هذا المال؟ قال: من فلان. نعطي فلان، لأن الآن الغارم من عليه دين، لو تعطي المال قد يتصرف في هذا المال ولا يسدد الدين. نقول: لابد أن نسدد نحن عنك هذا الدين بأي شكل من الأشكال، تستر عليه. نعم، لا إشكال فيها، لكن المال هذا يكون لسداد الدين. نعم، إنما الصدقة. لكن إخواننا، أنت تعرف أن أتيك أحيانا بعض الناس وقال: أنا غارب. في ماذا؟ قال: اشتريت سيارة. سيارة؟ قال: نعم، أنا بحاجة سيارة. طيب كم؟ قال: البورش بكم؟ قال: علي 80,000 يورو. لماذا يا أخي؟ قال: بورش. يا رجل، سبحان الله. قال: نعم، تعطوني هذه السنة، والسنة القادمة إن شاء الله أريد أن أشتري سيارة أخرى، لأن لابد أكون مواكب للعصر مع الموديل. هذا غارم، سبحان الله. مفهوم يا أخي؟ ليس بغارم، ولا كان إشكال عندنا كل واحد مع بورش. نعم. طيب، إنما الصدقات للفقراء المساكين وعاملين عليهم مؤلفة قلوبهم. قال: وفي الرقاب، يعني ليس له، تعطي السيد والغارمين لنفسه أو لغيره، تعطي صاحب الدين. وفي سبيل الله، في سبيل الله، هل يصح أن نقول في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير؟ ما يمكن أن يكون هذا تفسير الآية، لأنه لو كان في سبيل الله كل أبواب الخير كانت الآية: إنما الصدقات في سبيل الله تشمل كل شيء. لا، في سبيل الله الجهاد، وهناك من يقول: وكذلك في سبيل الله العالم، طالب العلم، مجاهد. نعم، وهناك من يضيف يقول: الحج. على قول، يبقى معنا ابن السبيل نسب إلى أبيه، لا، نسب إلى الطريق، لأنه خرج عن وطنه. قد يكون في وطنه غني، لكن عندما خرج الآن نسب إلى السبيل لا إلى والده. لماذا؟ لأنه لو كان في بلده لكان لديه مال، لكن عندما خرج وانقطعت به السبل نسب إلى السبيل. هذا الأخ من المغرب العربي، لديه في المغرب أموال، جاء إلى هنا وانقطعت به السبل. هو في بلد غني، لكن هنا ليس لديه شيء. قال: أريد مال من الزكاة حتى أرجع إلى بلدي. نعطيه؟ نعم، نعطي ابن سبيل. مفهوم؟ والله أعلم. طيب، هل لابد الآن يريد يخرج زكاة 40 مليار، هل لابد أن نستوعب الأصناف الثمانية؟ لا. يصح أن يقتصر على واحد منهم؟ نعم، لكن من يقدم ويؤخر؟ يقدم الأنفع. يعني الآن وجد فقير طالب علم، وفقير ليس بطالب علم، يقدم من؟ طالب العلم، لأنه يستعين بهذا المال على طاعة الله. مفهوم؟ نعم.
وجد ابن سبيل مقطوع، وجد مسكين، يعني قلنا لديه شيء، من يقدم؟ ابن السبيل، فهو يقدم ويؤخر بحسب الأنفع والأصلح. الإشكال عندنا في الزكاة أن بعض الناس هدانا الله إياه يتحايل، أي نعم تحايل، يا أخي اخرج الزكاة، قال لا أنا أدفع ضرائب للحكومة. إيش علاقة الضرائب بالزكاة يا أخي؟ قال سبحان الله، أنت تريد منا أن أدفع ربع العشر أو كذا؟ أنا أدفع ما شاء الله أعشار، الحمد لله خذها منه. هذا واحد. الثاني يخرج الزكاة على من؟ على أمه. ليش؟ قال مسكينة فقيرة أعطيها. الآن النفقة تجب عليك أن تنفق على أمك، تتحايل وتعطيها من الزكاة. الزوجة تقول أريد أن أتصدق، أتصدق أم لا؟ نعم تصدقي. على من؟ قالت على زوجي وعلى أولادي. والزوج كذلك أريد أن أتصدق على زوجته وأولاده. يفر هؤلاء من النفقة بالزكاة. قل أنا ما أريد أن تخرج بعيد، أريد أن تكون عندنا، مفهوم؟ نعم. طيب، تحرم، يحرم أخذ الزكاة من غني وقوي مكتسب. قال عليه الصلاة والسلام: ومن فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، نسأل الله السلامة عليه. غني قوي مكتسب، الفروع والأصول، من تجب عليه النفقة ما يدفع إليهم، الأبوين والأولاد هذا ما يدفع إليهم الزكاة، ولا آل البيت. آل البيت هم بني هاشم ومواليهم وأمهات المؤمنين، نعم. ومن تجب عليه النفقة هل يدفع الزكاة لكافر؟ لا، تدفع للمسلم. طيب، الله أعلم بهذا، يعني تم كتاب الزكاة، تراجعوا لنا وتكتبوا هذه المعلومات في الحلول، وكم الوقص وما هو الوقص وما هي السائمة وما هي بهيمة الأنعام، هذه المسائل حتى تربط. لكن كما ذكرنا لكم لا تقسموا شيئا حتى يعني يشهد لك عالم بأنك أهل لقسمة الأموال وتعرف النصاب وتعرف المقدار وتعرف هذه المسائل، قسموا الأشكال. الله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.